بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المستوى الرابع شعبة رياضيات عام بكلية التربية جامعة بورسعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ومناسبة سلامة. لنقوم إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي بتدريس مقرر تكنولوجيا المعلومات أو Information Technology. أبناء الطلاب، هذه تعتبر المحاضرة الأولى لهذا المقرر. فهنتناول إن شاء الله طبعا مفردات هذا المقرر ومقدمة، ثم تعريف تكنولوجيا المعلومات ومكونات تكنولوجيا المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات ومزايا وأخطار هذه التكنولوجيا. أنا أتناول ملخص بسيط عن نشأة وتطور تكنولوجيا وأنظمة المعلومات. طبعا أبنائي، هذا التطور أو هذه النشأة منذ البداية طبعا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما قبل وجود الورق، مثل أيام القدماء يعني الحجر والعظام والجلود وأوراق البردي والطين. هذه المرحلة الأولى منذ بداية الخليقة أو عند القدماء. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ظهور الورق والطباعة. طبعا هناك مرحلة ثالثة ما بعد ظهور الورق والطباعة، هناك طبعا حاجات اسمها المصغرات، المواد السمعية، المواد البصرية، وهكذا إلى حتى المصادر التكنولوجية. ما هي تعريف تكنولوجيا المعلومات؟ اولا التكنولوجيا هي طبعا هي تكنولوجيا المعلومات، هي طبقا لتعريف الموسوعه الدوليه لعلوم المكتبات والمعلومات، هتعتبر هي التكنولوجيات الالكترونيه لجمع واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات. في الحقيقه ابنائي هناك فئتان رئيسيتان تتعلق عندما نقدم تعريف تكنولوجيا المعلومات. الفئة الأولى تتعلق بتجهيز أو معالجة المعلومات، مثل النظم الحاسوبية. الفئة الثانية وهي تتعلق ببث هذه المعلومات، مثل نظم الاتصالات عن بعد. أما عن مكونات تكنولوجيا المعلومات، طبعا هناك أربع مكونات رئيسية لتكنولوجيا المعلومات. الحاسبات طبعا، شبكات الاتصالات، تقنيات التخزين، المعرفة الفنية. ده المكونات، أهم المكونات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. طبعا
لابد أن نعلم استخدامات التكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات طبعا تستخدم في جميع القطاعات دون استثناء، في الزراعة، في الصناعة، في الخدمات، في البحث العلمي، في التربية والتعليم، في التعليم، في التعليم العالي، في كل القطاعات استخدامات هذه التكنولوجيا. كما أن هناك مزايا أيضا لتكنولوجيا المعلومات وهناك عيوب. أهم هذه المزايا هي تدليل الصعوبات طبعا للأفراد، طبعا إلغاء الحدود الجغرافية، طبعا الارتفاع بمستوى الإنتاجية سواء في الشركات أو المؤسسات، ارتفاع بمستوى الإنتاجية. من ضمن هذه الأخطار طبعا هناك قلنا هناك مميزات للتكنولوجيا وعيوب. أخطار التكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات طبعا أهم هذه الأخطار العزلة والخوف وتهديد منظومة القيم مثل العنف والسرقة والتجسس والتخريب. هناك من يستخدم التكنولوجيا للبناء وهناك من يستخدم التكنولوجيا للتخريب، فهي سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين، يمكن استخدام التكنولوجيا للإعمار والبناء، يمكن توظيف التكنولوجيا للهدم. فهناك أخطار عظيمة للتكنولوجيا. لما بدأت أنا كلمتي إن إحنا هنتكلم عن تكنولوجيا المعلومات، يعني Introduction to Information Technology، هذه المقدمة أو مقدمة نظم المعلومات، هندي Information Systems بعض المفاهيم Concepts and Management اللي هي نظم المعلومات. فهناك مفاهيم طبعا أبنائي، أي علم موجود في الدنيا، أنت تخصص الرياضيات، أي علم موجود بني على أربع ركائز أساسية، هذه الركائز موجودة في جميع العلوم. أربع ركائز أساسية، لأن احنا هنتكلم عن مفاهيم وتعاريف في تكنولوجيا أو أنظمة وأنظمة المعلومات. الأربع ركائز أساسية لأي علم أبنائي هي مسميات هذا العلم. أول حاجة الركيزة الأولى وهي المسميات. الركيزة الثانية وهي المسلمات. يبقى هنا أنا بتكلم عن أي علم في الدنيا، وبعد كده هنعمل إسقاط على أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في المقرر الدراسي. يبقى هنا المسميات، المسلمات. يبقى أي علم في الدنيا له أربع حاجات: المسميات، المسلمات، بعد كده من المسميات والمسلمات تم وضع النظريات. يبقى هنا المسميات والمسلمات اتعمل منهم إيه؟ النظرية. طيب عندما تثبت النظرية نصل منها إلى الحقائق. يبقى دول الأربع ركائز اللي اتبنى عليهم أي علم. رياضيات لها مسميات ولها مسلمات ولها نظريات
ولا حقائق. التكنولوجيا أيضا لها مسميات ومسلمات ونظريات وحقائق. فاحنا نتعرض دلوقتي لبعض المسميات والمفاهيم والتعاريف الخاصة بتكنولوجيا وأنظمة المعلومات. Information Technology، يبقى في مقطعين لـ Information Technology، مقطعين اللي هي نظم، لما أقول هنا حاجتين، الانفورميشن اللي هي ديسكريبشن، يعني التكنولوجي all tools or methods and practices to process somewhere. يبقى معنى ذلك أن الانفورميشن والتكنولوجي أو للمفاهيم، هناك أمثلة أيضا موجودة للانفورميشن وأمثلة موجودة للتكنولوجي. تكنولوجيا المعلومات قلنا هتنقسم لمقطعين، مقطع التكنولوجيا ومقطع المعلومات. التكنولوجيا هي كل الأدوات والأساليب والممارسات لإنجاز العمل أو لإنجاز الأعمال. أما المعلومات طبعا وصف بشري لأي شيء، سواء معنوي أو خيالي أو كتير جدا للمعلومات. يبقى هنا تكنولوجيا المعلومات هي الأدوات، تعرف وصلنا للتعريف الأساسي، هي الأدوات والأساليب والممارسات التي تعالج معلومات أولية لإنتاج معلومات موجهة. تمام. تكنولوجيا المعلومات هناك أمثلة أيضا أمثلة على كل من التكنولوجيا، عاوزين نعرف هذه الأمثلة والمعلومات. طبعا أمثلة عن المعلومات زي مثلا درجات طلاب في مقررات أو لمقرر معين، بيانات طبية لمرضى في المستشفيات، بيانات للموظفين، صور شخصية بتضع في هوية الموظف أو هوية الشخص. هناك أيضا تسجيلات صوتية لشهادة شهود مثلا في قضية ما، هناك تسجيل فيديوهات لمقابلات شخصية، دي أمثلة على المعلومات. هناك أمثلة على التكنولوجيا زي بقى أجهزة الحاسب، وحدات الإدخال والإخراج للحاسبات، شبكات الحاسبات، البرامج أو البرمجيات، البرمجة والمنهجيات وأدوات تصميم وتطوير أيضا البرامج. يبقى هنا تكنولوجيا المعلومات، المعلومات عرفنا أمثلة عليها، التكنولوجيا برضو أمثلة عليها، قلنا أمثلة معلومات زي درجات طلاب، بيانات طبية المرضى، صورة شخصية، تسجيل أصوات لشهادة الشهادة في قضية ما، تسجيل فيديوهات لمقابلات مثلا شخصية. أما التكنولوجيا والأمثلة اللي عليها اللي هي أجهزة الحاسب، وحدات الإدخال والإخراج، شبكات الحاسب، برمجيات، منهجيات وأدوات تصميم وتطوير برمجيات، دي أمثلة على التكنولوجيا والمعلومات.
أيضا هناك what is the difference between data and data and information. الفرق بين البيانات والمعلومات. طبعا البيانات هي طبعا description of or elementary description of things, events, activities. يعني وصف لأشياء أو أحداث أو نشاطات أو معاملات أو أفكار التي يتم تسجيلها وترتيبها وحفظها بدون أن تكون منظمة لإبراز معنى معين اللي هي البيانات لأي بتوصف الأشياء أو الأحداث دون تنظيم. من ضمن هذه المفاهيم الفرق بين البيانات والمعلومات من خلال أمثلة. لما أقول أمثلة عن data items examples for data, data بيانات لشخص معين, أمثلة بيانات مثلا أمثلة لبيانات عن مثلا أحمد سلامة في تقنية المعلومات, أمثلة عن نظم المعلومات الإدارية عن بيان أي إنسان. يعني يبقى الفرق بين البيانات والمعلومات, معلومات عبارة عن بيانات منظمة تمت معالجتها, يعني بيانات منظمة تمت معالجتها يبقى هي المعلومات لتعطي معنى له قيمة للمستفيد. اللي هي يبقى هنا المعلومات ما هي إلا بيانات تمت معالجتها عشان تعطي قيمة. يعني طيب أمثلة لبعض المعلومات, أما أقول فلان طالب له معدل عام يساوي مثلا 4.5 من 5 معدل أو التقدير بتاعه, ده معلومة عن فلان عن طالب ما. عندي معلومة عن 3 طلاب مثلا حصلوا على تقدير ممتاز في مادة التكنولوجيا, دي برضو أيضا أمثلة للمعلومات. احنا قلنا أمثلة للبيانات وأمثلة للمعلومات. نوليدج بقى 3 حاجات أساسية, البيانات, المعلومات, المعرفة. طيب يبقى هنا عند معالجة البيانات لأي ظاهرة موجودة في الكون أو في المجتمع بنصل إلى المعلومات. يبقى from data to information. من المعلومات عند تنظيم هذه المعلومات نصل منها إلى النولج أو إلى المعرفة. يبقى 3 مفاهيم رئيسية, بيانات, معلومات, نولج. يجب عليك عزيز الطالب تعرف الفرق بينهم وإزاي نصل من البيانات إلى المعرفة. يبقى المعرفة عبارة عن معلومات التي نظمت وتمت معالجتها لإيصال الفهم والتجربة والخبرة حول مشكلة أو نشاط معين. 3 حاجات. أما نولج إكزامبل, لو خدنا أمثلة على مثال على المعرفة, لما أقول تسجيل كل مشاكل مثلا التي تطرأ على طبعة في الكمبيوتر وكيف يتم إصلاح هذه المشكلة بحيث إذا اطلعت أو تطلعت أو طلعت على طبعة في المستقبل عندك المعرفة أصبحت مسجلة سوف تساعد هذه المعرفة في إصلاح الطبعة. يبقى 3 مفاهيم رئيسية, البيانات, داتا, المعلومات اللي هي الانفورميشن, النولج أو النولج اللي هي أو المعرفة. يبقى 3 حاجات نقدر
في الحقيقة نوصل لاتخاذ قرار بعد كده. يبقى هنا من البيانات كيف يمكن الوصول إلى الحكمة في اتخاذ القرار نحو حل مشكلة معينة أو في مؤسسة تعليمية أو في شركة أو في أي مجال. يبقى لابد أن أنا المشكلة أحولها إلى البيانات، والبيانات أو الداتا هتحول عن طريق البروسيسنج أو المعالجة هتحول إلى معلومات information. الانفورميشن هتحول عن عبارة عن هتحول إلى المعرفة عند تنظيم هذه المعلومات. طيب لما تنظم معلومات تحصل على نوليدج، من النوليدج هحصل على قرارات. القرارات أو ديزيشن هنا عايز أشوف قرار أمثل أو عايز أخد حكمة في اتخاذ القرار. يبقى ده سؤال هام جدا، إزاي نصل إلى الحكمة في اتخاذ القرار من خلال بيانات مشكلة موجودة في المجتمع، في التربية والتعليم، في البحث العلمي، في كل المجالات، إزاي أوصل إلى القرار. طبعا هناك مفاهيم أيضا، مخطط هندسي لتكنولوجيا المعلومات أو للمؤسسات، أو هناك مخططات هندسية وأشكال مخطط عن المستوى ده للممتلكات المؤسسية التي لا علاقة مثلا بتقنية المعلومات، والذي يؤدي العمليات الجارية ويكون بمثابة المخطط الأولي للتوجهات المستقبلية أو التوقعات من خلال مخطط هندسي تكنولوجيا المعلومات. من ضمن طبعا المخطط الهندسي بعد كده هناك بنية تحتية للتكنولوجيا أو لتكنولوجيا المعلومات، دي عبارة عن كل المنشآت ومكونات تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم المؤسسة بأكمله. يعني كل كلية، كل جامعة، كل وزارة لابد أن يكون لها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات. Information System أو نظام المعلومات عبارة عن إيه؟ كل ما من شأنه أن يجمع ويعالج ويخزن ويحلل ويوزع المعلومات داخل المؤسسة وخارجها لغرض محدد. ده نظام المعلومات لكل مؤسسة، Information System. Collects, Processes, Stores. لما الستوري